وفقرتنا الأولى لليوم، أصدر الرئيس الدكتور بشار الأسد مرسوما يقضي بمنح دورات استثنائية وعاما استثنائيا للطلاب العسكريين والمدنيين المستنفذين في مختلف مراحل الدراسة الجامعية. وحول هذا المرسوم هناك الكثير من الاستفسارات والتساؤلات، من يحق له ومن لا يحق له الاستفادة من هذا المرسوم؟ ما هي تفاصيل هذا المرسوم؟ رح نحكي عنه أكثر ويوضح لنا أكثر الدكتور رياض طيفور، معاون وزير التعليم العالي. صباح الخير دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير لجميع المشاهدين، صباح الخير لأبنائنا الطلاب. بالطبع المرسوم الذي صدر مؤخرا بخصوص الطلاب المستنفذين هو شمل الطلاب المستنفذين كجزء من هذا المرسوم، ولكن هذا المرسوم أيضا تضمن بعض التعديلات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وهذه تعديلات مهمة جدا وهي لصالح أبنائنا الطلبة أيضا. سنحاول اليوم قدر الإمكان الإضاءة على بعض أهم النقاط التي وردت في هذا المرسوم. في البداية أريد فقط أن أوضح من هو الطالب المستنفذ أو متى يستنفذ الطالب في الجامعة. بالطبع الأنظمة الجامعية تسمح للطالب بالبقاء في الجامعة لمدد محددة تختلف حسب نوع الدراسة، مدة الدراسة، سنوات الدراسة. لدينا في الجامعات السورية الحكومية مدة الدراسة ممكن أن تكون 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات، وعليه هذا في نتحدث الآن على الدراسات الجامعية الأولى أو المرحلة الجامعية الأولى. هناك أيضا جزء يتحدث عنه المرسوم يتعلق بالدراسات العليا. إذن سنبدأ في الحديث في البداية عن المرحلة الجامعية الأولى. هنا الآن بالنسبة للمرسوم، لو أخذنا مثلا طالب مدة الدراسة 4 سنوات، يحق لهذا الطالب البقاء في السنة الأولى عامان دراسيان فقط. الآن إذا أمضى أكثر من عامان دراسيان الطالب في السنة الأولى فإنه يصبح مستنفذا، أي أنه يصبح خارج الجامعة ولا يحق له العودة إلى الجامعة. الآن العملية هناك متوالية لحساب عدد السنوات للطالب. الآن إذا الطالب أمضى في العام الدراسي الأول سنة واحدة وانتقل إلى السنة الثانية فيحق له في السنة الثانية 4 سنوات. الآن إذا انتقل إلى السنة الثالثة أيضا ولم يرسب في السنة الأولى أو الثانية يحق له في السنة الثالثة 5 سنوات. الآن في السنة الرابعة يحق له 6 سنوات، ولكن بشكل عام القاعدة العامة تقول أن الطالب يحق له مدة الدراسة زائد النصف، أي الطالب الذي مدة دراسته 4 سنوات يحق له البقاء 6 سنوات بالمجمل. أيضا الطالب مدة دراسته 5 سنوات يحق له 7.5 سنوات، و6 سنوات يحق له 9 سنوات. هكذا كانت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. الآن أتى المرسوم ليعدل، سنتحدث عن هذا التعديل الآن. إذا هذا هو الطالب المستنفذ، ممكن الآن أن ندخل ونتحدث كيف توجه المرسوم لأبنائنا الطلبة. خلينا نحكي كيف توجه المرسوم كمان بالإضافة من لا يحق له الاستفادة من هذا المرسوم، من هنا الأشخاص؟ بالطبع لا يوجد الآن شريحة تقريبا شملها الاستنفاذ لا يحق لها الاستفادة من هذا المرسوم. أولا شيء مهم جدا أن نتحدث عنه، بدءا من هذا التاريخ لا يوجد استنفاذ بالمفهوم الذي كان موجود سابقا. بدءا من هذا التاريخ، إذا بدءا من صدور هذا المرسوم وهو كان 28/5 لعام 2020، الآن تغير مفهوم الاستنفاذ بالنسبة للطالب، لأنه حصل التعديل على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأصبحت الآن تمنح للطالب مدد إبقاء أكثر من المدد التي كانت سابقا. سأوضح ذلك الآن، أعطيت مثال من خلال 4 سنوات، مدة الدراسة 4 سنوات. الآن الطالب الذي سوف يستنفذ مستقبلا لا يصبح الآن، لن يصبح الآن مستنفذا وخارج الجامعة. هو يسمى مستنفذ ولكن يبقى داخل الجامعة، ولكن على أي أساس يبقى داخل الجامعة؟ هناك مدد إضافية منحها هذا المرسوم على الشكل الآتي. الآن إذا استنفذ الطالب في السنة الأولى، وكما ذكرت الاستنفاذ، لو عدنا إلى اللائحة التنفيذية المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، أن يكون أمضى عامان دراسيا. الآن يمنح هذا الطالب مدد إضافية تساوي المدة المتبقية له زائد 1، هي سنة الاستنفاذ، أي إذا استنفذ في السنة الأولى يحق للطالب 6 سنوات زائد 1، يحق له 7 سنوات البقاء في الجامعة. هذا يعني أنه شامل جميع السنين. نعم، هذا يعني أنه أمضى في الاستنفاذ 2 في البداية ويضاف له 7 سنوات أخرى. إذن هذا التعديل الذي حصل على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، إذن الآن الاستنفاذ، مفهوم الاستنفاذ تغير، وأصبحت هناك مدد كافية وطويلة لأبنائنا الطلبة في المرحلة القادمة بدءا من صدور هذا المرسوم 28/5/2020، وسيطبق على طلاب هذا العام. إذن هذه شريحة مهمة الآن تحدثنا عنها، وهنا
حصل تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وخاصة ما يتعلق بمدد الإبقاء للطلاب في الجامعات. أما الآن إذا انتقلنا إلى شريحة أخرى التي شملها المرسوم، وهي شريحة واسعة من أبنائنا الطلبة الذين استنفذوا من بداية الأزمة، بداية الحرب على سوريا من عام 2010-2011 وحتى تاريخ الذي يسبق صدور هذا المرسوم، حتى 28 تاريخ قبل 28/5. وهذه شريحة كبيرة، جميع الطلاب الذين استنفذوا وأصبحوا خارج الجامعة يحق لهم الآن العودة إلى الجامعة مرة ثانية، وستطبق عليهم القواعد الجديدة التي تطبق على أمثالهم من الطلاب النظاميين الموجودين حاليا. هذه الشريحة أريد أن أؤكد، كل الطلاب سواء كان استفادوا من مرسوم سابق أو لم يستفيدوا، وهناك طلاب استفادوا من عدة مراسيم وعادوا واستنفذوا، الآن يحق لهم مرة أخرى العودة إلى الجامعة، وهذه هي المرة الأخيرة. يرجعوا مرة ثانية. نعم، ولكن هذه هي المرة الأخيرة وهذا هو المرسوم الأخير للاستنفاذ. نعم دكتور، خلينا بس نحكي أنه في عدد محدد من المقررات الدراسية أو من المواد لازم هن يلتزموا فيها أو لا بدهم يعيدوا موادهم من جديد أو نعم بالطبع. خلينا نحكي عن المواد الدراسية. بالطبع الآن الطالب تختلف الحالة من طالب إلى آخر. تمام. الطالب عندما يستنفذ قلت أنه في العام الأول أمضى عامين دراسيين. بالطبع هناك استنفاذ في العام الأول، في العام الثاني، في العام الثالث وفي العام الرابع، ولكن الطالب الآن الاستنفاذ يتعلق بموضوع النجاح أو الترفع، نقول نجاح أو ترفع. النجاح أن الطالب ينجح أو ينتقل من عام إلى عام تالي بدون أن يحمل أي مقرر، ناجح في كافة المواد، هذا يسمى نجاح. أما المترفع هو الطالب الذي ينتقل من عام إلى عام تالي ولكن لا يحمل أكثر من أربع مقررات. إذن يسمح له أربع مقررات. وبالتالي الآن الشريحة من الطلاب التي ستعاد من خلال هذا المرسوم إلى الجامعة جميعهم يحملون الآن أكثر من أربع مقررات، إلا في السنة الأخيرة. في السنة الأخيرة قد يكون الطالب استنفذ على مقرر أو مقررين، استنفذ مدد الإبقاء وبالتالي بقي له أقل من أربع. أما في السنوات التي تسبق السنة الأخيرة الطالب لا يترفع، لا يتغير وضعه إلا إذا كان يحمل أكثر من أربع مقررات. لذلك الآن قد نجد طالب يحمل أربع مقررات، قد نجد طالب يحمل خمسة، قد إلى 10 إلى 12 حسب عدد المقررات في كل عام دراسي. خلينا نحكي بالنسبة للعسكريين المستنفذين ولديهم خدمة إلزامية، شو الحل؟ بالطبع الآن المرسوم أيضا في المادة الأخيرة من المرسوم أيضا خصصت لأبنائنا العسكريين. تمام. هناك مرسوم سابق صدر، المرسوم 69 أيضا خص الطلاب المستنفذين وأيضا خص العسكريين بمدد مختلفة عن الطلاب المدنيين. المرسوم السابق 69 منح الطلاب العاديين دورتين امتحانيتين فقط، بينما منح الطلاب العسكريين 3 دورات، وأيضا أعطى الحق للعسكري بالاستفادة من هذه الدورات بعد تسريحه مباشرة. تمام. إذن الطالب الآن العسكري الذي هو في الخدمة الإلزامية الذي ينطبق عليه المرسوم 69 له الفرصة، ما زالت متوفرة 3 دورات الآن. بفرض الآن أن الطالب العسكري لا يرغب الآن بالاستفادة من المرسوم السابق، يحق له الاستفادة من هذا المرسوم وتطبق عليه أحكام هذا المرسوم. وإذا عاد العسكري الآن بعد تسريحه واستفاد من المرسوم السابق من 3 دورات من المرسوم السابق له، بغض النظر عن سنوات الخدمة، يعني بالطبع ممكن يروح 5 سنين بالطبع بعد ليتسرح. بالطبع متى إذن هذه الدورات هي تحق للعسكري بعد تسريحه بغض النظر متى أنهى خدمته الإلزامية أو الاحتياطية. الآن هذا الطالب العسكري هناك ميزة أيضا مختلفة عن الطالب النظامي. الطالب النظامي الآن الذي يعود بعد الاستنفاذ عليه دفع رسم الموازي أو ضعف الموازي مثلي الموازي على الأقل، الطالب النظامي. أما الطالب العسكري المرسوم السابق منحه ميزة بأنه يعود وفق المفاضلة العامة، أي لا يدفع الرسوم الموازي، كما تعلمون المفاضلة العامة رسومها تقريبا هي رمزية تقريبا مجانية، إذن عبارة عن مبلغ بسيط وزهيد جدا. الآن إذا عاد العسكري بعد إنهاء خدمته الإلزامية، الطالب العسكري إذا عاد بعد إنهاء الخدمة الإلزامية واستفاد من هذه الدورات 3 وتغير وضعه، سيصبح طالبا نظاميا وسيبقى يدفع الرسوم العادية، لا يدفع رسوم الموازي، هذه ميزة. أما إذا
الطالب العسكري لم يستفد من هذه الدورات فإنه يخضع إلى قواعد المرسوم الجديد. نعم دكتور، خلينا نحكي نقطة، مين هن الأشخاص اللي ما بيستفيدوا من المرسوم أو اللي ما بيشملون المرسوم؟ الآن من عام 2010-2011 لا يوجد طالب لا يشمله المرسوم. نعم. من بداية الأزمة أو بداية الحرب على سوريا لا يوجد طالب لا يشمله المرسوم أبدا. إذا جميع الطلاب الذين استنفدوا خلال هذه الفترة أو حتى الطلاب الذين رقنوا قيدهم أي تركوا الجامعة وسحبوا أوراقهم منحناهم أيضا منحوا فرصة من خلال هذا من خلال التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم منحوا فرصة بإعادة قيدهم إلى الجامعة والعودة إلى الجامعة. أكيد. خلينا نحكي عن طلاب الدراسات العليا وطلاب التأهيل التربوي، شو في كمان عندهم؟ بالطبع طلاب هذا الجزء الآخر أيضا من المرسوم وهو الذي يخص طلاب الدراسات العليا. أيضا هنا علينا أن نميز بين طلاب الدراسات العليا، هناك طلاب ماجستير أكاديمي أو ماجستير عادي، وهناك ماجستير تأهيل وتخصص، وهناك طلاب الدبلوم تأهيل التربوي. إذن لدينا ثلاثة أصناف أو أنماط من التعليم في الدراسات العليا. الآن المرسوم منح هؤلاء الطلاب جميعا دورة استثنائية واحدة لمدة عام في العام القادم 2020-2021، يحق لهؤلاء الطلاب من يستنفذ هذا العام، أنه أقول وأعود وأقول من يستنفذ هذا العام، لا يوجد طالب سيستنفذ في هذا العام الدراسي، لا يوجد طالب في سوريا سيستنفذ في هذا العام الدراسي 2019-2020 سواء كان طالب دراسات عليا أو كان طالب مرحلة جامعية أولى. الآن دراسات العليا منحة في العام القادم عام استثنائي كامل. إضافة إلى ذلك هناك أيضا حصل تعديل عن مادة 145 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التي تخص طلاب الدراسات العليا، وهو تعديل هام جدا، وهو منح دورة تكميلية طلاب الدراسات العليا في السنة الأخيرة. الآن سابقا طالب الدراسات العليا هنا أيضا في نظام الدراسات العليا يوجد سنة عامان عام دراسي أو عامان أو ثلاث أعوام حسب طبيعة الدراسة، من كلية طبية إلى كلية تطبيقية إلى كلية نظرية تسمى سنة مقررات، قد تكون سنة واحدة قد تكون سنتان أو ثلاث سنوات. الآن سابقا الطالب كان يحمل مقرر واحد أو مقررين، عليه أن ينتظر عام كامل من أجل هذا المقرر حتى يتقدم بامتحان، أو في السنة الأخيرة قد يكون استنفذ الفرص ويحمل مقرر أو مقررين. في هذه الحالة الطالب ممكن أن يستنفذ ويصبح خارج الجامعة. لذلك الآن أتى تعديل من خلال هذا المرسوم على اللائحة التنفيذية يتضمن أنه يحق لهذا الطالب أن يتقدم بدورة تكميلية، ولكن الطالب يجب أن لا يكون حاملاً لأكثر من مقررين. إذن يحق له الدخول إلى هذه الدورة. إذن هذا تعديل آخر من خلال هذا المرسوم حصل أيضاً بخصوص طلاب الدراسات العليا. الآن إذا ذهبنا إلى الجزء الآخر من الدراسات العليا وهي مرحلة الأطروحة والماجستير، قلت أن الجزء الأول هو مرحلة المقررات، يدرس الطالب مقررات، المرحلة الثانية يسجل في الأطروحة. الآن أيضا منح طالب الأطروحة، كل طالب سجل في الأطروحة قبل 15/3/2019 وما زال هو طالبا يمنع عام ميلادي كامل يضاف إلى دراسته. إذن بهذا الشكل نكون قد تم تغطية جميع شرائح الطلاب سواء بالمرحلة الجامعية الأولى أو بمرحلة الدراسات العليا. دكتور خلينا نحكي عن تقديم المواد بالمحافظات والسفر، ومرقنا بأوضاع يعني كتير بشعة وخاصة على الطلاب. خلينا نحكي في طلاب رح يكونوا مستمزين إذا نقلوا على غير محافظات، وخلينا نوضح هاي النقطة. بالطبع الآن هناك قواعد عامة لانتقال الطلاب من جامعة إلى جامعة أخرى، أريد فقط أن أنوه لها. الآن الطالب الآن إذا سجل باختصاص في جامعة مثلا في جامعة حلب، وهذا الاختصاص موجود في جامعة دمشق في هذا العام ولا يحق له في دمشق، يحق له أن يسجل في جامعة أخرى وعليه أن يترفع إلى العام التالي. إذا ترفع إلى العام التالي يحق له تحويل دراسته إلى جامعة أخرى، ويسمى هذا تحويل مماثل، يسمى تحويل مماثل. الآن بخصوص الطلاب الذين الآن شملهم المرسوم، يحق للطالب التحويل المماثل من جامعة، ولكن ليس في العام الأول. تمام. عليه أن يداوم السنوات الأخيرة فيهم ينقلوا على. نعم. لا يوجد ما يمنع ذلك، ولكن ما في مانع بنقل، وخاصة المواد الأخيرة. سأوضح الآن هناك شيء خاص يخص السنة الأخيرة، سأوضح الفكرة فقط في البداية. الآن الطالب الآن الذي استنفذ، وسأوضح أعطي مثال، لنفرض طالب استنفذ مثلا في جامعة حلب أو جامعة تشرين الآن
عليه الآن أن يعيد قيده من خلال هذا المرسوم إلى الجامعة التي كان فيها ويداوم عام دراسي هناك، وبعدها إذا انتقل إلى السنة التالية، إذا كان سنة أولى فقط يمكن الآن أن ينتقل إلى أي جامعة يرغب فيها. أما إذا كان سنة أعلى من السنة الأولى يحق له الانتقال إلى أي جامعة بدون أن يترفع إلى سنتين أعلى. الآن حول سؤال السنة الأخيرة، نعم يحق لطالب السنة الأخيرة، هذه وفق القواعد العامة لا تتعلق في المرسوم هنا، يحق لطالب السنة الأخيرة الانتقال من جامعة إلى جامعة أخرى، مثلا طالب سنة رابعة يحق له، ولكن عليه إعادة كافة المقررات التي درسها في السنة الأخيرة في الجامعة التي كان فيها. أما إذا كان طالبا مستجدا فيحق له الانتقال، لنفرض طالب لغة عربية في جامعة حلب يرغب في الانتقال الآن إلى جامعة دمشق في السنة الرابعة. الآن في السنة الرابعة هذا الطالب إذا كان قد كان راسبا في السنة الرابعة في جامعة حلب وقد نجح في بعض المواد، إذا رغب في الانتقال إلى دمشق يجب أن يتم تصفير جميع هذه المواد ويبدأ من جديد في جامعة دمشق، لأنه لا يجوز لطالب أن يحصل على شهادة من جامعة بمدة أقل من عام، يجب أن يداوم عام على الأقل في الجامعة، عام دراسي على الأقل في الجامعة التي ينتقل إليها، وهذا شيء منطقي وعلمي أيضا. أكيد. خلينا نحكي عن طلاب التواسع والبكالوريا. طلاب التواسع والبكالوريا هاي السنة أكيد كما في عنا ظروف استثنائية، خلينا نحكي على الأسئلة كيف حتكون، وعم بيقولوا أنه الأسئلة كمان اختيارية، وخلينا نحكي عن الجامعات كمان نسلط الضوء عليهم. هلا بالطبع ما يخص البكالوريا طلاب الثانوية، وخلينا نحكي عن الإجراءات الاحترازية اللي حتعملوها أنتوا بظروف الاستثنائية. تمام، يتعلق في وزارة التربية، وهناك إجراءات عديدة اتخذتها وزارة التربية هذا الخصوص. نحن نستقبل الطلاب عندما ينهون دراسة الثانوية ويأتون إلى الجامعة. تمام. الآن بخصوص الإجراءات الاحترازية التي تمت في وزارة التعليم العالي مع انتشار حالة أو جائحة كورونا في دول العالم، بالطبع وزارة التعليم العالي منذ البداية كأي مؤسسة أو وزارة في الجمهورية العربية السورية كان هناك تواصل دائم وعمل مستمر مع الفريق الحكومي ومع رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص، ووجدنا نفسنا نحن في وزارة التعليم العالي معنيين كثيرا وأكثر من غيرنا في هذا الموضوع، لأن الجامعات هي مكان تجمع كبير، لدينا في الجامعات السورية أعداد كبيرة من الطلاب وهناك تجمعات كبيرة في أماكن محددة أكثر من غيرها من الأماكن، لذلك كنا دائما على تواصل في هذا الموضوع، ووضعت عدة إجراءات ووضعت عدة سيناريوهات أيضا، ليس فقط من أجل السلامة الصحية وحماية أبنائنا الطلاب وتحقيق التباعد الاجتماعي، أيضا من أجل تحقيق مسار العملية التعليمية بشكل جيد. الآن بدأنا متأخرين كما تعلمون، ب 31/5 بدأ الدوام، وهذا تأخرنا من 14/3 انقطعنا حتى وحتى، وهذه فترة طويلة، وبالتالي السؤال الذي يطرح كيف ستقوم الجامعات بواجباتها خلال هذه الفترة. بالطبع وضع سيناريو متكامل في هذا الخصوص، وهناك أيضا سيناريوهات أخرى بديلة وضعت في وزارة التعليم العالي من أجل متابعة العملية التعليمية وتعويض الفاقد التعليمي الذي حصل في الجامعات خلال فترة هذه الانقطاع. نحن بدأنا الآن والحمد لله الأمور تسير بشكل جيد، وهناك إجراءات عديدة. الآن إذا قمتم بزيارة إلى أحد الكليات وأنتم موجودين هنا ضمن حرم الجامعة ستجدون على أبواب الكليات هناك فرق خاصة تقوم بقياس درجة حرارة الطلاب الداخلين إلى فناء البناء أو إلى داخل البناء، وأيضا توجد مواد تعقيم أيضا ضمن القاعات، هناك إجراءات من أجل تحقيق التباعد الاجتماعي، وأيضا نتوجه دائما لأبنائنا الطلاب على أيضا الحرص الكبير بهذا الموضوع وتحقيق السلام، لأن هناك أمور شخصية تتعلق بثقافة كل فرد وخاصة ما يتعلق بارتداء الكمامة. هذا شيء ضروري من أجل حماية الآخرين أيضا. نعم. هذا شيء مهم. نعم دكتور رياض طيفور معاون وزير التعليم العالي، نحن كثير بدنا نتشكرك وبنتمنى لكل الطلاب النجاح والتفوق والصحة أهم شيء، وأهم شيء يستغلوا الفرص الحلوة يلي عم تمنحهم إياها الجامعة والتسهيلات، ويمكن الجامعة أكثر حدا عم يحس بالطلاب بالظروف، ونحن ما بدنا إياهم غير يكونوا متفوقين وناجحين. شكرا لجهود حضرتك ولجهود جميع الكوادر في الجامعات السورية. شكرا. أكيد متشكر وجودك معنا، وشكرا لك.
شكرا لك. لك نتمنى التوفيق اكيد لكل الطلاب.